نزلت هذا الكريم يعني نجح بطريقة كلش ما كنت حاطت لها أي حساب، وأصلاً ما كنت بنزله حق الناس. هذا الكريم سويته حق لما كنت أحط ميك اب حق العرايس، فبعض العرايس أو الزباين يجوني بشرتهم حيل ناشفة 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 اللي ماكو، وكنت أيامها كلها استخدم دبل سيروم، السيروم قوي حيل، فكنت أرطب أرطب أرطب، بس شوي تنطرين ساعة ساعتين ترد تنشف تتشرب هالبشرة. فشفت جويل حاطة هذا الحلزون على بشرتها، وكانت تسولف عن إنه فوائد الحلزون، وقعدت أسوي سيرش فترة طويلة على مادة الحلزون اللي هو حيوان الحلزون، راح لكم صورته. يأخذون منه يفرز مادة، يأخذون هذه المادة ويحطونها على البشرة. خيالية صدق خيال، يعني تشيلك ترطب البشرة، وشي حق البشرة اللي هو الحلزون. فيشيل لكم الخطوط، لو تلاحظون اللي بشرتكم جافة تزومون عند الويت، لكن خطوط صغيرة يشد بالبشرة، يشد البشرة، يعطيها نظارة، يجدد الكولاجين بالبشرة، كل شيء يسوي كل شيء. الحلزون حيل معروف إنه حيل حيل قوي على البشرة، يعني وايد زين. فكلمت شركة بكوري كانت وايد مون عند الويت، لكن خطوط صغيرة يشد بالبشرة، يشد البشرة، يعطيها نظارة، يجدد الكولاجين بالبشرة، كل شيء يسوي كل شيء. الحلزون حيل معروف إنه حيل حيل قوي على البشرة، يعني وايد زين. فكلمت شركة بكوري كانت وايد كبيرة معروفة يحطون نسبة حلزون بالكريمات، إذا تسوين كريم في حلزون. فكلمتهم قلت لهم أبي تحطوا لي نسبة أقوى نسبة ممكن تنحط، فجربوا قاموا يجربوا لي يحطوا لي دزولي لين وصلنا 98% حلزون. تخيل 98، ولا براند، حتى الشركة كانت تقول ولا براند سووا كامل حلزون، لازم يحطون مكس وبعدين السعر يصير أقل. فسوهم عشان ما نطول الموضوع، يلك هاي موصل واستخدمته ينيت عليه. فكنت أنا جايبة كمية حق الصالون عشان حق استخدام بس، كان أقول أبي رأي الناس، فحطيته بالبوتيك طار نفس اليوم طار كله. هذا قبل سنة، يمكن سنة ونص كذي. فحيل حيل استانست من ردة فعل البنات شلون ينوا عليه، والكل قاعد يقول لي عافية ردي 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 ردي، وأنا ما كنت أبي أبيعها، وكنت حاطتها بسعر السعر اللي واصلني، يعني ما كنت حاطة فايدة حقي، بس أبي رأي البنات بالكريم، يعني صدق هو شيء قوي ولا أنا قاعد أبالغ لأني تعبانة فيه. فالحين بحط لكم أشياء على الحلزون تقرأوا عنها، وأي واحدة مستخدمتها أكيد 1000% راح يكون تعليقها راح تقولي قدير إبداع.